نغنيك لك ما رأيت على سبيل خجلا ومولا حب محمد الذي أترمني لغت الكلام كما رأيت على سبيلي خجلا ومولا حب محمد لم أتكلم يا مظهر التوحيد حسبي أنني أحد الشهداء الآمين ما حيلة الشعراء ما حيلة الشعراء إذا لغناهم رغم لذان الجمال الأعظم إن الذي سواك في قرآنه وصفاك وصفاً وصفاك حسناً بالثناء الأحمد وعلى وعلى أولى الأقدار قام محمد لله في سرائر لم تعلم طوعا لأحكام القضاء القضاء خطا للثرى خطوى اليتيم المرمي متجردا من كل دين ضاجر ولغير دين ليلا حتى اصطدمت خديجة وهي التي عشت على كم من سرير مغرم صلى عليه يا نورا